بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم باليمن والخير والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وروضة جديدة من رياض السعادة، روضة البيت العتيق. موضوعنا اليوم في هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هذه الأيام المباركة وباسمكم جميعا وباسم المملكة العربية السعودية نرحب بحجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل بقاع العالم ومن كل دولها وبلدانها وأعلامها، أتوا إلى هنا قاصدين البيت العتيق. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويكلل الجهود القائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، كذلك هذه الجهود التي تمتد إلى رجال أمننا والتوعية والإرشاد. نسأل الله عز وجل أن يحرم وجوههم على النار وأن يثيبهم بخير ما جاز محسن على إحسانه. جهود عظيمة وأهداف نبيلة إلى البيت العتيق، إلى الكعبة المشرفة. هذه رياض السعادة تأتيكم لنسلط الضوء مع مجموعة من المشائخة الفضلاء للحديث أكثر عن رياض السعادة. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في روضة من رياض جنانه يوم يلقاه بإذن الله تعالى. أرحب أيضا بتواصلكم مشاهدينا الكرام كما عودتمونا في برنامج رياض السعادة خلال الحلقات الماضية عبر هاشتاج البرنامج. أسعد كثيرا بطرح كل ما لديكم من خلال هاشتاج البرنامج رياض السعادة، وأجدد الترحيب كذلك بضيفي هنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم. الله يحييك شيخنا. احنا في مستهل حلقتنا اليوم نرحب بكل الحجاج قاصدين البيت الحرام. الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون في الحج والعمرة. هذه الكعبة العظيمة التي يقصدها كل الناس في العالم نحو اتجاه واحد في أزمنة محددة ومعددة. كذلك نرحب بكل حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا وبدأوا يتوافدون من دول العالم ومن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة. شيخنا نبغى منك رسالة في مقدمة حلقتنا. أقول لا شك أن هذه الأيام الجميلة العظيمة المباركة التي نشاهد فيها هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا، حقيقة نحن نفتخر بخدمتهم. فلذلك عندما تنظر إلى هذه البلاد من ولاة أمرها أكبر رجل في هذه البلاد إلى أصغر إنسان يفتخر بأنه يخدم ضيوف الرحمن. لذلك نجد أنا مثلا لقب الملك عندنا وأفضل لقب هو خادم الحرمين، وضيوف الرحمن نتشرف بخدمتهم وبتوفير الأمن والسلامة والراحة والطمأنينة لهم. والصور الكثيرة الجميلة المتعددة التي نشاهدها عندما نذهب إلى الحج لمثل رجال الأمن، دائما رجل الأمن الصورة عنه هي القسوة الشدة الحزم، لكن في بيت الله الحرام وفي هذه الأماكن المقدسة العظيمة رجل الأمن لا تشاهد إلا منه إلا اللطف، البشاشة، الرحمة، الرفق، المساعدة للحجاج، صورة عظيمة قد لا تشاهدها في أي مكان. رجل الأمن هناك الذي هو رجل تعود على نقول على الجانب العسكري والانضباط والشدة والعزم، لكنه إذا كان في هذه الأماكن تغير، عاش مع الحجاج في حجهم، في دعائهم، في مشاعرهم، في أحاسيسهم، يتفاعل معهم، وهذا هو الغالب الذي شاهده ولله الحمد. فلذلك نحن نقول ضيوف الرحمن الذين جاءوا لنا لا نعدهم إلا أنهم خدمتهم شرف لنا، مساعدتهم مكسب لنا. عندما نرى البسمة على وجوههم هذا الذي نسعى إليه جميعا، ونسعى في تحقيقه، ونسعى لكي يكون الأمن والأمان والراحة والطمأنينة يشعر بها كل حاج يأتي إلى هذه الأماكن. شيخنا اليوم لما بس نتابع في قنواتنا والتلفزيون السعودي اليوم، واحدنا من أهم الجهود اللي يبث على الهواء مباشرة في من الحرم النبوي والحرم المكي على مدى 24 ساعة، ممكن أي إنسان أي مسلم في العالم يفتح القناة السعودية في قناة القرآن الكريم أو السنة النبوية ويشوف الحرمين. لكن شيخنا بمجرد ما أنك ترى الكعبة اليوم وتشوف هذا البيت العتيق، شعور رؤية الكعبة فقط من الشاشة لنا كمسلمين جميعا يبعث في النفس طمأنينة، فكيف بي أن تكون مباشرة شيخنا المكانة اللي موجود اليوم في البيت العتيق وفي الكعبة تحديدا، من أين أتت وكيف أتت؟
طبعا لهذا البيت قصة عظيمة، قصة تمتد عبر التاريخ البشري منذ أن خلق الله آدم، بل يقول العلماء قبل ذلك، لأنه جاء في القرآن أن هو أول بيت وضع للناس، أول بيت بني على هذه الأرض هو هذا البيت، ولكن له بناءان. بناء الأول الذي قيل أنه بنته الملائكة قبل خلق آدم، والبناء الثاني وهو البناء المشهور، قصة إبراهيم وإسماعيل وزوجه هاجر، عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى أو أمر إبراهيم أن يذهب بزوجه وبابنه إسماعيل إلى هذا المكان، وهذا غير ذي زرع، جبال سوداء، لا ماء لا شجر لا زرع، مكان موحش قفر لا يوجد فيه أي شيء من جوانب الحياة. فانطلق إبراهيم عليه السلام بزوجه وولده إلى هذا المكان، فلما وصل أراد أن يعود لأنه جاء لاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ترك معهم جرابا من تمر وسقاء من ماء، هذا سيكفي هذا الجراب وهذا السقاء مثل هذا المكان، قد يكفي يوم أو يومين أو أكثر لكن سينفذ. صحيح. فلما ولى لحقت به هاجر وقالت يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يلتفت لأنه يبقى الوالد الحنون العطوف، ابنه وزوجه يتركهم بمثل هذا المكان، لكن هو الاستجابة لأمر الله، هو الإيمان العظيم بما يأمر الله جل وتعالى به، لأن الله لا يأمر إلا بخير. آمين. انتهى الموضوع. نعم. ولا يقرر إلا لحكمة عظيمة، فهنا يأتي السمع والطاعة في أعلى صورها. فينطلق إبراهيم فتلحق به، فلما رأته لا يلتفت إليها قالت له الله أمرك بهذا، يعني هل هذا أمر من الله؟ كأنها تقول يعني إذا كان هذا، فقال برأسه أن نعم هكذا، يعني لم يجب. فقالت له اذهب فإن الله لن يضيع. وانظر إلى هذه المرأة أيضا العظيمة التي لما علمت أن هذا الفعل أن تترك في هذا المكان الموحش المخيف الظلام، لا أنيس ولا ماء ولا زرع إلا هذه الجراب والسقاء البسيط، قالت اذهب فإن الله لن يضيعنا. وهذه الكلمة نقف عندها وقفة جميلة وعظيمة، وهي قوة الإيمان عند هذه المرأة التي هي صورة وأنموذج لكل امرأة في الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة. الناس الآن تأتيه الأوامر الواضحة البينة ويبدأ يقول والله لعل وكذا، يمكن فيها قولان، نبحث عن مخرج، ويبدأ يتهرب من أوامر الله وفرائضه. هذه قضية يعني علمت أنها هي أمر الله وفيها بلاء، لكن قالت لن يضيعنا الله جل وعلا، الله لا يقضي إلا بحكمة. الله أكبر. ثم انظر إلى موقفها بعد ذلك. نعم. الإيمان الحقيقي مع السمع والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى يأتي معه ما يسمى بالتوكل. فلما عادت إلى مكانها وولى إبراهيم عليه السلام، فلما ابتعد عنهم نادى ودعا بأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم من الثمرات، وقلبه ويدعو الله جل وعلا ويسأل الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ولى ذهب ذهب خلاص، لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى ووحيه له بأنه يترك هذا الغلام وهذه المرأة في هذا المكان، انتهى. الله جل وعلا هو القادر، هو الذي يدير هذا الكون، هو الملك هو المالك هو المدبر هو الرازق هو المعطي هو المانع سبحانه وتعالى، فذهب وكله ثقة بالله سبحانه وتعالى. فلما عادت هذه المرأة العظيمة أم إسماعيل وأم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأيام نفذ الماء ونفذ الطعام، وبدأ الطفل يبكي، وشعرت بأنها في حالة ينبغي أن تتحرك وتنطلق، فأخذت تصعد بين الصفا والمروة سبعة أشواط، كلما تصعد تبحث هل من مغيث هل من مغيث. وهذا له لنا معه موقف آخر، هذه المرأة العظيمة مع إيمانها لما قالت لإبراهيم اذهب فإن الله لن يضيعنا، ما جلست في مكانها وقالت خلاص هذا أمر الله سبحانه وتعالى الله يرزقني، لا، الله جل وعلا جعل هناك أسباب في هذه الدنيا، جعل البشر وأمرهم بأن يسعوا في الأرض، يتحركوا، ينطلقوا، يعدوا، يزرعوا، يحرثوا، كل هذه الأمور أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. فهي مع إيمانها العظيم التي تركت إبراهيم يذهب وبقائها في هذا المكان
علمت بأن الإيمان الحقيقي يستدعي بذل الأسباب، فأخذت وهو التوكل. هذا التوكل ما هو التواكل. تواكل الإنسان يقول الله يرزقني ويجلس، لا، الله سبحانه وتعالى يرزقك نعم، ولكن أمرك ببذل الأسباب، فأخذت تصعد وتبحث وتنظر يمينا وشمالا وتنادي بصوتها إلى أن سمعت صوتا في أسفل الوادي، فقالت صح صح، كأنها تسكت نفسها، يعني سمعي في صوت. فنظرت إلى ابنها، لأن قلبها مع ابنها الذي هو في أسفل الوادي ويبكي كان، فإذا بالملك يجلس بجواره، فتنطلق إلى ولدها إسماعيل وهذا الذي يقف بجواره، فبشرها بالخير وضرب بجناحه وقيل بعقبه الأرض، فإذا بينبوع يخرج من الماء، يخرج من الأرض زمزم، فأخذت تقول زم 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 تحيط الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رحم الله أمنا لو تركته لكان عينا معينا، يعني كان عينا تجري ولا تنضب أبدا، ولكنها من حرصها وخوفها على هذا الماء وفرحها أخذت تحجره، فكان ما كان عليه، فأخذت تشرب من هذا الماء الذي هو طعام وشراب وماء عظيم وشرفه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه من البركة والشفاء ما جاء فيه من النصوص الكثيرة المتعددة. ممتاز شيخ، نحن نستحدث هذا يعني هذا الكلام ونستذكر أيضا عظمة هذا البيت إلا ما يجي حديث عن الكعبة المشرفة، وخلني أرجع شوي للمحور الأول في حديثنا اليوم عما يتعلق بالتوحيد. علاقة الكعبة اليوم، إحنا ما نشوف البيت العتيق يعني بناه إبراهيم عليه السلام زي ما تفضلت في حديث الشيخ مع ابن إسماعيل، يعني قصة وذكريات هذه بلا شك أنها عظيمة، لكن لها علاقة بالتوحيد ومتصلة أيضا بالعبادة الخالصة لله رب العالمين. وش شيخنا مصادر الإلهام فيما يتعلق بالكعبة وارتباطها المباشر بالتوحيد وأيضا اتصالها بعبادة رب العالمين سبحانه؟ طبعا لما شب إسماعيل عليه السلام في هذا المكان وكان إبراهيم يتردد عليهم، قيل زارهم مرة أو مرتين ولم يلتقي قبل أن يلتقي بإسماعيل ويبني البيت، له أيضا مواقف جميلة وعظيمة نسمح الوقت إن شاء الله فيما يأتي نذكرها، وهي فيها دروس وعبر وحكم ينبغي أن نقف معها، وقفات جميلة وعظيمة. ولكن أقول بنى إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل هذا البيت، وقال إن الله أمرني أن بأمر هل تعينني عليه؟ قال نعم، فأخذ يبنيان الكعبة ويرفعان القواعد، لأن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة، إلى أن قام هذا البناء الذي نشاهده. الصورة هنا وهي صورة حقيقة ينبغي أن يتوقف معها الإنسان، لأنه أحيانا غير المسلم يستغرب يقول يعني أنتم تقولون نحن نعبد الله جل وعلا خالق السماوات والأرض وإلهكم هو الإله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والواحد الأحد الفرد الصمد وأنتم لا تشركون معه شيئا أبدا، ثم أنتم تعبدون هذا البيت أو هذه الحجارة أو فنقول هذا من جهل الإنسان بالإسلام، وإلا المسلم يعرف بأنه لا يعبد هذا البيت. هل أنا وأنت وأي مسلم إن شاء الله يشاهدنا من المسلمين يعتقد بأنه يعبد هذا البيت؟ أبدا أبدا، نحن لا نعبده، إنما نحن نقوم بعبادات ليست من أيضا من تلقاء أنفسنا، إنما شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا عندنا العبادات لها مصدر. أي عبادة؟ يعني لو جاء واحد بيصلي خمس مثلا الظهر اللي هي أربع ركعات بيصليها يقول ست ركعات، يقول له مردودة عليك وتعاقب عليها، بل أنت مبتدع ضال منحرف، يقول ست ركعات أنا أفضل من أربع لله، نقول لا، العبادة محدودة لا نتلقاها إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نطوف نحن نطوف بصور محددة، نعم، وبتشريع ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله عنه لما كان في الحج يطوف، لما جاء إلى الحجر الأسود الذي هو أيضا أعظم مكان في الكعبة، والحجر الأسود الذي أمرنا بتقبيله والإشارة إليه عند بداية كل طواف، فقبله ثم رفع صوته قال والله أعلم إنك حجر، حجر يسميه يعني لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. إذن أنا لما أطوف بالبيت أو أقبل هذا الحجر لا أعتقد فيه شيء أبدا، إنما أنا أعظم أمر الله سبحانه وتعالى، فالنافع والضار هو الله جل وعلا. أما تحدث بعض المخالفات من بعض الجهل الذين ينتسبون إلى الإسلام ويظنون أن هذا الحجر ينفع أو يضر أو البيت، لا، نقول نحن هذا ليس في ديننا، ديننا إنما هو استجابة لأمر الله. لذلك جاء في الحديث الصحيح محمد
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الحج: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لاحظ، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله أكبر. ما هو تعظيما لهذه الأماكن أبدا، نحن لا نعظم الأماكن، نحن نعظم تعظيم الله جل وعلا لهذه الأماكن إخلاصا لعبادته أيضا. وعندما أمرنا الله سبحانه لا نسرف شيء من العبادة إلا الله، عندما نرمي مثل هذه الأحجار نرميها بهيئة معينة، يعني لو الآن ترميها بحجار بهذا الحجم يعني صغيرة جدا كمن حبة الحمص تقريبا أصغر أكبر، لكن لو خدت حصات كبيرة ترميها به، هذا غلو، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلو في الدين. وهلك، قال إنما هلك لما جاءوا يجمعون الجمار ورأى، قال إياكم والغلو، يعني أنت تأخذ حجر كبير، بعض الناس مثلا من الجهلة يرمي بالأحذية ولا بعلب المشروبات، هذا من الجهل، لا، ليس في ديننا. إنما نحن نربي بأحجار بهيئة معينة بطريقة معينة نقول فيها الله أكبر الله أكبر، ولا نفعل هذا ولا نعتقد في هذا المكان شيء، ولا أنه هو الشيطان ولا إنما نغيظ الشيطان في كل مكان وفي كل عبادة بتعظيمنا لله، بأن تكون قلوبنا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بأن هذه القلوب ليس فيها إلا الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا، يعني هذه تلبية فيها فيها توحيد فيها تعظيم. فإذا نعود إلى البيت، فالطواف على هذا البيت أيضا فيه صور من صور التوحيد، يعني عندما نتوجه المسلم في كل مكان في هذه الأرض يتوجهون إلى هذا النقطة المحددة، نعم، وإذا جاء الحج أو العمرة يطوفون على هذا المكان بهيئة محددة، وتتوحد هذه القلوب في الصلاة عندما تقف، عندما نشاهد التلفاز وتنقل لنا الصلوات الخمس من عبر شاشة إذاعة القرآن أو قناة القرآن الكريم، هذه القناة العظيمة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يثيب ولاة أمرنا ومن سعى في إقامتها، من أعظم القنوات تأثيرا في حياة الناس. يعني أنت الآن يمكن وأنا وكثير من الناس نشاهد أن بعض الناس يجعل هذه القناة هي القناة الرئيسية، هي أساسية، نعم، أساسية في السيارة ولا في البيت ولا. عندما تشاهد هذه الصورة لهذا البيت العظيم، البيت العتيق، البيت المقدس، البيت الذي يذكرنا بشرع الله، بالصلاة، بالصيام، بتلاوة القرآن، بهذه الصفوف التي تقف كلها خلف إمام واحد تقصد اتجاها واحدا، تذكرنا بأن الله واحد، فرد صمد، أحد أحد، لا نعبد إلا الله ولا نقصد إلا الله، ولا لذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانه. حتى الشيخ أنت تتكلم عن هذه الرسائل الجميلة الملهمة في هذه القصص العظيمة ومرور هذه السنوات، وكيف بناء الكعبة، بناء الكعبة عندما عاد نبي الله إبراهيم عليه السلام، نبغى أيضا نتكلم عنه بشكل أكثر، وعايز كيف أن الدين دين السمو والأخلاق والسماحة والأمن والإيمان، لكن سمحت لي بعد هذا الاستطلاع اللي عدنا لنا الزملاء في الإعداد نبغى نشوفه أيضا مع مشاهدينا الكرام شيخنا ومعك، وبعدين نعود لمواصلة حديثنا. استطلاع حلقة اليوم في موضوعنا روضة البيت العتيق، نتابعه معكم مشاهدينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا. رياض السعادة. صراحة الكلمة هذه تحتاج إلى كلام كبير وتحتاج إلى مجلدات. أول شيء في الحرمين الشريفين هذه قبلة المسلمين كلهم جميعا بغض النظر عن من أي دولة كانوا، والمسلمين كلهم أساسا دولة واحدة ونفس واحدة، يعني كلهم نفس، لأن اللي يجمعنا لا إله الله محمد رسول الله، وهذه أكبر من الجميع. والحقيقة ما يحاكي لهذا البلد وهذا الحرم الشريف على مستوى سواء في السوشيال ميديا أو في التلفزيون أو في أي، ما يحاكي له شيء كبير، ويجب أن الشعب السعودي والمسلمين كلهم جميعا وحكومة وشعب أنهم ينتبهون لهذا الشيء. صراحة إحنا من غير الإسلام ومن غير قبلتنا ولا شيء، فصراحة الكلام في الموضوع هذا يعني يكثر حقيقة. الأمن أولا وآخرا، بدون أمن لا يصح أي شيء ولا تتم أركان الدين نهائيا على الأطلاق. الأمن يعني أهم من، زي ما بيقولوا، أهم من الخبز والموية، بدون أمن لا يصح أي شيء. مية الأمن والله مهمة جدا، لازم كل المواطنين ورجال الأمن يتعاونون مع بعض، حكومة وشعب يعني كلهم مع بعض، المواطن هو رجل الأمن الأول يعني الحمد لله، ولازم يكون هذا شعور كل مواطن. البلد اللي ما تحميه
ما تستحق لا يشفي دائم يعني هذه نكررها الحمد لله. ما في شك أن البلد الحرام بلد آمن مطمئن، والله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أن هذا البلد آمنة، وأن يعني أن الحرم والبلاد وما حول الحرم إن شاء الله أنها آمنة إلى يوم القيامة إن شاء الله، والله يحرسها ويحفظها بإذن الله تعالى. رياض السعادة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وبكل من انضم إلينا في برنامجكم رياض السعادة، وعنواننا اليوم عن روضة البيت العتيق. ما شاهدناه هذا الاستطلاع هو امتداد لحديث ضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. شيخنا، يعني هذا امتداد سبحان الله اللي تفضلوا فيه الناس وشاركوا معنا في التقرير، هو امتداد للسؤال اللي قلته قبل الفاصل، ما يتعلق بهذه القصة وقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وهذا المفهوم العظيم للكعبة وهذا الاستسلام أيضا الجميل في السلام النفسي مع النفس وتلقاء الأوامر من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطانا سمو الخلق في روح الإسلام، وأعطانا أيضا مفهوم الأمن في أنه الذي تحقق بمجرد مقدمنا لهذه المشاعر. كيف شيخ نربط هذا المفهومين لمن كل من يشاهدنا الآن؟ حقيقة شوف، الحج والعبادة فيها أمن نفسي قبل أن نقول الأمن الجسدي، تأمن على جسدك من أن يصاب قبل ذلك، وهو من الأشياء المهمة اللي يغفل عنها كثير من الناس، هو أن تكون آمن مع نفسك، لا تشعر بالاضطراب والتنافر، وهذه قضية يغفل عنها كثير ممن حرمه الله سبحانه وتعالى من لذة الإيمان. تجد أن المحروم من الإيمان بالله والاستجابة والطاعة لله سبحانه وتعالى يعاني أشد المعاناة من عدم الاستقرار والأمن مع نفسه، لذلك هو في صراع داخلي، في شك، في اضطراب، في قلق، في هم. يعني أنا والله حتى في يعني أحيانا نشاهد أشخاص وأعرف أن هذا السبب هو عدم قوة الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قدر عليك. يعني هذه المرأة تقول اذهب إن الله لن يضيعنا، وتعود إلى مكان موحش مخيف. وهذا بعض الناس يقول والله أنا جالس أدخر أموال ولأبنائي واشتري منزل في الشرق ومنزل آخر في الغرب خشية أن يحدث كذا وكذا وكذا. أقول والله هذا يدل على أنك تعاني من عدم الاستقرار النفسي والأمن مع نفسك. الآمن مع نفسه الذي يعلم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعم الهدوء أصلا. الحمد لله، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له أيضا. لأن حتى أن بعض الناس حتى لما تأتيه الأموال ويأتيه الدنيا قد يجزع، قد يبدأ عنده شيء من اللهث والاضطراب والخوف على هذا المال. يقول لا، المؤمن لا يشعر بذلك، في كلا الحالتين هو في نوع من الاستقرار النفسي والأمن النفسي الذي نأخذه من قصة بناء البيت العتيق، من هذه المرأة العظيمة أم إسماعيل، من هذا الشاب الذي نشأ في هذا المكان إسماعيل عليه السلام، من هذا الوالد الأب العظيم إبراهيم عليه السلام. هذه كلها تشير إلى هذا المعنى، معنى الأمن. ثم ما هو رمزها الآن؟ رمز هذا الأمن العظيم كله هو هذا البيت العتيق. الله يذكرنا بهذه القضية، قضية قصة الإيمان، صح التعبير أن نسميها بقصة الإيمان والتسليم لله رب العالمين، قصة التوحيد، قصة الأنبياء وتسلسلهم إلى مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وأنهم امتداد لتاريخ عظيم. هذه العبادة التي أيضا نحن نقوم بها، عبادة الحج، ونقصد هذا المكان وهذا البيت الذي بني في زمن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي هو والد لإسحاق، وإسحاق والد لعشرات الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل، ووالد لمريم أم عيسى. كل هؤلاء الأنبياء، هذه السلسلة، هذه الكوكبة نتذكرها ونحن نذهب إلى بيت الله العظيم، بيت الله العتيق، فنشعر أيضا بهذا الاطمئنان التاريخي بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بهذه الدنيا. بعض الناس قد يتذكر مثلا بعض الأوضاع السياسية والاضطرابات والحروب النووية والكيميائية والنيتروجينية وغيرها، فيبدأ في قلق.
احنا قلنا الحمد لله احنا لا نشعر بهذا القلق، لاننا نعلم بان الله يدير هذا الكون، وان الله قد قدر اشياء جاءت في الاحاديث الصحيحه الى نهايه هذه الدنيا وقيام الساعه، وان هذه الامور هي بتدبير الله وتحت قدره الله، ولذلك لا نشعر بهذا القلق ابدا. شيخنا نحن ندعو الى السلام. نعم، حتى مفهوم السلام والامن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اداء هذه المناسك كلها تدعو الى ان الانسان يقوم هذه. نعم، المشاعر بالهدوء. كيف نشوفها يا شيخ؟ لو تذهب او تسير في سيره النبي صلى الله عليه وسلم في اداء هذه العباده تجد هذا المعنى الذي اشرت اليه يا شيخ محمد، وهو السكينه اياكم والغلو. يقول في الحديث انما اقامه ذكر الله رفقا، يعني حديث كثيرة كلها فيها إشارة إلى السكينة، الرفق، الطمأنينة، الرحمة، سألوا الله الرحمة إذا رأى من يسرع وكذا، كلها تشير إلى هذا المعنى. هذه عبادة، عبادة الحج عبادة ينبغي أن تكون هي جزء من تربيتك على هذا السلام، سلام مع نفسك مع الآخرين الذين حولك. يعني بعض الحجاج هداهم الله ونتمنى أن تصل هذه الرسالة، يظن أنه إذا جاء لأداء فريضة الحج أنه لا بد أن يؤديها ولو آذى أحدا من المسلمين. يقول لا، إياك، قد تسقط كثير من السنن أو الواجبات أحيانا بسبب أن لا يلحق الإنسان ضرر، فكيف إذا كان يلحق الآخرين؟ يكون العفو لهذا الجانب أشد من خلال النظر إلى النصوص. إذن أنت وأنت تؤدي هذه العبادات تؤديها مع نفسك ومع من حولك، إياك والمزاحمة، إياك والمدافعة، إياك بأن مثلا بعض الناس وهو عند البيت العتيق الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم. فيأتي إلى الصحن ومكان طواف الناس ويصلي ويبدأون يضعون حلق، هذا قلت من الجهل، إعاقة للناس هذه في الطواف من الجهل، وليس هذا من الدين في شيء. الحمد لله من أي مكان تستطيع، بل هذه هي تبقى سنة، صلاة عند مقام إبراهيم ليست من واجبات الحج ولا قال بها أحد، إن فعلتها فأنت على خير وثواب، وإلا صليها في أي مكان، وإن تركتها لا عليك يكان للزحام والشدة. بعض الناس يلتزم حتى أن يكون خلف مقام ويحرص على هذا ويؤذي الناس ويمنع المصلين ويدافعهم ويؤذيهم، وهذا حقيقة من الجهل. لكن طبعا هم السكين إلا يعني الحمد لله لما نشير بهذا الأمر يأتي شخص يعتقد بأن نعمل. المسلم نعم لا قلة والنادرة، وإن شاء الله أنها إلى زوال بجهود التوعية مثل هذه البرامج في التلفزيون، من هذا الجهد العظيم الذي نشاهده ولله الحمد في المشاعر بتوعية الحجاج من خلال هذه النشرات، من خلال هذه الشاشات الكبيرة، من خلال كلها موجودة في المشاعر ولله الحمد، فتشكر عليها هذه البلاد على هذا الجهد الإعلامي الذي نطالب أيضا بالمزيد فيه، لأن التوعية في الحج والرسائل الإعلامية تصل إلى الحجاج. من يأتيك هذه السنة لن يأتيك السنة القادمة، إذا كان هو تعلم شيء خلاص قد لا يأتي. صحيح. لذلك هم بحاجة إلى أثناء أداء المناسك منذ أن يدخل إلى المملكة أو من قبل إن استطعنا أيضا نتعاون مع بلادهم، بأنهم يحملون هذا الوعي بأنك أنت تأتي إلى أماكن شديدة الحرارة، صعبة التنقل، كثرة الزحام فيها، ولكن من مقاصدها العظيمة هو هذا السلام، هذا الأمن، هذه الطمأنينة، الإحسان إلى الآخرين، مساعدة الآخرين، التعاون. إذا استطعنا أن نوصل هذه الرسالة العظيمة بإذن الله تعالى نكون خدمنا هذا الدين، حققنا شيء من مقاصده العظيمة الجميلة. شيخ خلينا ننتقل لمحور ثاني أيضا، هو محورنا اليوم الرابع في حلقة اليوم فيما يتعلق، ولعله اليوم أخذ من بعض المشاهدين يعني متابعات المشاهدين في هاشتاج البرنامج رياض السعادة. إبراهيم يقول يعني يذكر قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ارتباط شيخنا أو ماذا نستلهم من هذه الآية؟ طبعا الآية هذا فيها أن هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، ركن الخامس الذي أذن بها هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الذي يسمى، فهذا دليل على أن الأنبياء والأديان كلها مقصدها واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد وتعظيم الله، هذا نشترك فيه في كل الأديان، وإنما لأن الله لم يتكفل بحفظ إلا القرآن الكريم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم من التحريف والتعديل والتبديل، وبقي إلى اليوم ثم إلى قيام الساعة سيبقى هذا الدين. أما الأديان الأخرى فقد حرفت، دخلها الشرك، دخلها تعظيم القبور، تعظيم الأصنام، تعظيم الرموز، أما في ديننا لا، وهو
الدعاء إلى الله، الاستجابة لله، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا النداء هو نداء إبراهيم عليه السلام. إذن فنحن والأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا برسالة واحدة وهو التوحيد. يا سلام شيخنا، اليوم الصور اللي تنتشر قبل الحج، يمكن هذه السنة صار شيء على موضوع الجهود من الناس ذاتهم، يعني بإبراز الجهود التي تتم خلال جهود التوعية في وزارة الشؤون الإسلامية أو أيضا في رئاسة الحرمين الله يعطيهم العافية أيضا، وكذلك في التلفزيون السعودي وأيضا وزارة الداخلية ورجال الأمن. لكن السنة هذه شيخنا الناس بدأت يعني تروج لصور رجال الأمن بجهودهم العظيمة والحديثة أيضا بالأمن والأمان وبالنفس المطمئنة ما يقدمونه للحجاج. شيخنا الجهود اللي تقوم بها المملكة يعني تحديدا في هذه المشاعر المقدسة وتحديدا رجال أمننا، ويمكن احنا قاعدين نشوف الآن مع المشاهدين بعض اللقطات للبيت العتيق وهذه السيرة التاريخية اللي ما تحدثت عنه شيخنا في حلقة اليوم. حقيقة البيت الحرام عندما نشاهده والآن في الصور كان صغيرا جدا محدودا، والمباني تزاحمه، ثم عندما تنظر إليه الآن والمرحلة التي وصل لها في عهد هذه البلاد التي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ما يقومون به من خدمة ضيوف الرحمن وخدمة الحرمين الشريفين. زي التوسعوا له هذا يا شيخ، هذا وقت ملك عبد العزيز. نعم، صور جميلة جدا، تاريخ عريق جدا في بناء هذا المسجد خالد. وفي العناية به، عندما أحيانا يتداولون مثلا لما أقول المباني شاهدة وواضحة، نظافة هذا البيت صحيح. يعني مبهرة جدا وجميلة جدا، وتشاهد بعض المقاطع كيف يقوم هؤلاء الذين يتسابقون لتنظيف بيت الله الحرام، ليس لأجل فقط النظافة، لأجل أن ينالوا الأجر، لأجل أن ينالوا الشرف. يعني حتى عامل النظافة وهو ينظف يعرف بأنه نال شرفا عظيما بأنه يخدم في بيت الله الحرام. الجميع، رجال الأمن، أئمة الحرام، الإداريين، الناس، كلهم يتعاونون في خدمة والعمل على حفظ هذا البيت. لكن نحن نقول هناك أشرار، هناك من غلبهم أو على قلوبهم الشبه والضلال والانحراف، قد يريدون شيئا بأمن هذه البلاد، وقد حدثت قصص لا نحتاج لها معروفة للجميع. يبقى أننا كلنا ضد هذا المواقف، كلنا رجال أمن، كلنا نسعى لحفظ هذا البيت والمحافظة على الإسلام والسلام الذي ينبغي أن يتمتع به. فلذلك دائما يقال مثلا المواطن هو رجل الأمن الأول، نحن نقول الحاج هو رجل الأمن الأول، مو بس المواطن، الحاج هو رجل الأمن الأول. ولذلك تجد أن الحجاج كلهم ولله الحمد، إلا هؤلاء الذين قد يندسون أحيانا ورجال الأمن لهم بالمرصاد، يسعون إلى التشويش على الناس وتعكير صفو الحج، وهي حالات نادرة وقليلة ومتوقع أن تحدث مع كثرة الناس وهذه الأعداد التي تصل إلى الملايين، ليس هو 100 أو 200 أو 400 صحيح. ملايين صحيح. وهؤلاء يدخل بينهم من قد في قلبه شر وهو لا يحمل شيئا من الإيمان، وليس في قلبه إلا الغيظة والحقد على هذا البيت العتيق المعظم. فنحن نقول ليس كل مواطن أو كل رجل أمن، بل كل حاج لك بالمرصاد. نحن نسعى إلى المحافظة على سلام هذه البلاد، سلام هذه الأماكن، إلى أن ننعم جميعا بشرف خدمتها وحفظ أمنها، وأن يخرج الحاج من هذا المكان وقد أدى العبادة على أكمل وجه، يعود إلى بلاده بشيء من الطمأنينة والراحة والسعادة الغامرة التي نراها على وجوه الحجاج بعد نهاية الحج في كل عام ولله الحمد، مما نسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يوفق الجميع لخدمتها. شيخنا أكيد بلا شك أنه هذه الجهود الممتدة، يعني الكل يتابع اليوم هذه الجهود وتابع هذا المقاطع اللي قاعدين نشوفها الآن، هذا الحقيقة التقرير اللي قاعدين نشوفها الآن على الشاشة مع المشاهدين من عهد الملك عبد العزيز إلى يومنا الحالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده. هذه الجهود الجبارة يأتي معها تعاون كل الأجهزة الحكومية لصالح خدمة الحجاج. الآن يا شيخ نحن يعني أيام إن شاء الله وتفصلنا عن بدء هذا الموسم العظيم، نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا وأعماركم على الطاعة ويعيننا فيه على الطاعة. لا شك أن الرسائل كلها تروح للحجاج، ولكن أيضا نريد أن نكون بلسما جميلا وإيمانيا اللي أيضا لن يكون من الحجاج هذا العام. ما هي الرسائل يا شيخنا اللي يجب أن المؤمن والمؤمنة يستعدون لها قبل بدء شهر الحجة؟ هناك عبادات محمد شرعت
لمن لم يحج، وهي جزء من 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 ولها ارتباط عظيم بالحج. يعني مثلا عندما تدخل عشرة الحجة ومن أراد أن يضحي يمسك عن شعره وعن أظافره، هذا نوع من المشاركة في هذه العبادة ما بين الحاج الذي هو بإحرامه ويمسك عن هذه الأشياء، وما بين الذي هو ليس حاج في بلده في أي مكان في هذه الدنيا يشاركهم. عندما يبدأ الحجاج في ذبح الهدي والفدي، هناك أيضا غير الحاج يذبح الأضاحي في كل أنحاء الأرض يبدأ من يوم النحر. هذه العبادات هي مشاركة ما بين الذي رزقه الله سبحانه وتعالى نعمة الحج، وهي نعمة ونسميها نعمة عظيمة. والله يا شيخ محمد إننا نشاهد أحيانا من الحجاج مواقف عظيمة وجميلة ومؤثرة عندما يصلون إلى هذه الأماكن المقدسة. تشاهد معناها أماكن ليس فيها مقومات الحياة الجميلة كالأنهار والأشجار وجمال الجو، لا ما فيها شيء. اللي يذهب مكة يعرف هذا الشيء، أنها وادي أصلا، وادي ليس غير ذي زرع، وادي لا يوجد فيه ماء، وادي شديد الحرارة. يعني الإنسان دائما والبشر يبحثون لكي يسكنوا أو يذهبوا، يذهبون عن الجو اللطيف الجميل البارد المعتدل، الأنهار الأشجار. مكة لا يوجد فيها شيء من هذا، لا يوجد إلا جو حار، صحراء قاحلة، جبال سوداء، ولكنها يأتيها الناس من كل مكان. إذن لماذا جاؤهم؟ جاؤوا ليس لهذه العوامل والدواعي التي تذهب الناس إلى السياحة والترفيه، إنما جاءوا تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما إذن يصلون إلى هذه الأماكن، والله نشاهد عليهم من التأثر والفرح والبكاء والسرور ما يعجز الإنسان عن وصفه. سبحان الله، جاي إلى هذا المكان الذي ستشعر فيه بالمشقة والتعب والجوع والعطش، وقد تتعرض إلى ضربة شمس تهلك بسببها كل هذه العوامل، لكن كل ذلك يهون لأنه استجابة لأمر الله. وهذا هو من جمال هذه العبادة وتعظيم هذه الأماكن التي لا يشعر بها إلا المسلم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لكي يعظم أمر الله. لذلك المسلم الذي يأتي إلى هذه الأماكن وهو يستشعر هذه المعاني، تجده فعلا يسير بين هذه الأماكن وهذه المشاعر، ما بين مكة أو الحرام، ميناء ثم عرفات ثم مزدلفة ثم يعود إلى ميناء ثم يختم بالبيت الله الحرم، وهو يتنقل بين هذه المشاعر يعلم بأن كل ما يفعله هو لله. بل أحيانا حتى في ختام الحج كنا نشارك في التوعية الإسلامية في الحج، وكانت هناك مجموعة من الكبائن الصغيرة لإجابة على أسئلة الحجاج في أماكن طرقاتهم، وهذا مما تعمل الدولة على إيجاده لتوعية الحاج ولإرشاده. والله يأتينا العشرات بعد في يوم العيد يسألون له فعلت كذا سويت كذا سويت كذا، تقول طيب وين السؤال؟ يقول ممتاز اللي فعلته، يطمن بس تقول ما فيه الحمد لله، فيبدأ يبكي. الله يبكي لماذا؟ لأنه وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يفعل ما أمر الله به، أتم شعيرته، أتم شعيرته بما أراد الله. وهذا المهم جدا. نحن إذن كل هذه الأماكن تهون عند تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. سبحانه. أيضا الشيخ، بس يعني حتى الرسائل لن تنتهي، وبحاول إن شاء الله أختم فيها الحلقة بما تبقى معي من الوقت، لكن هذا التقرير اللي يعرضه الآن الزملاء على الشاشة في استيعاب هذه التوسعة المختلفة لي يعني تاريخ توسعات الحرمين من عهد الملك عبد العزيز إلى عهدنا اليوم والحال إن شاء الله، ومستمر هذا البيت بأمنه وإيمانه. هذه الجهود شيخنا اللي تكون في الحرمين اليوم يصحبها أيضا جهود للتوعية الإسلامية. الاحتياج شيخنا المستمر لأن يكون هناك مصدر لتوعية النفس وتذكيرها، وأيضا بإرشادها للطريق الصحيح بما يتعلق بأن نستذكر مثلا زي ما تفضلت في أول حلقة في توحيد الله عز وجل وارتباط هذا المكان بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله. السؤال يا شيخ، كيف الإنسان يعني دائما يكون محافظ على هذا المسار في طريقه لإخلاص العبادة لله عز وجل والتوحيد له سبحانه، وأيضا تزود من الإيمان الذي يجعله آمنا مستقرا عندما يزور البيت الحرام؟ قبل أجيب على هذا السؤال، يعني في بداية كلامك والتقرير الذي شاهدناه على هذا البيت العظيم وعلى خدمته وعلى القيام به، حقيقة يعني بعض الرسائل التي تصدر من ضعاف النفوس وقليلي الإيمان، وحقيقة قد أقول أيضا خبثاء وسيئ النية وبعيدين عن الإسلام، عندما
يشككون فيما يبذل لهذا البيت. نعم. الجميع بلا استثناء، ولا يمكن أن يعني يقول شخص عاقل يذهب إلى بيت الله الحرام بأن هناك تقصير في خدمة بيت الله أبدا. ما يبذل من جهود، جهود هائلة عظيمة، لا يعني ينبغي أحيانا نقول والله أتمنى أن هؤلاء نأخذهم ونأتي بهم لكي يروا، مع أنهم قد يكونوا من يكرهون المجيء إلى هذه البلاد، الذين يطالبون أحيانا مثلا بقضية ما تسمى تدويل الحرمين أو أنه تتولى الدول. نقول لن يستطيع أحد، الله جل وعلا شرف هذه البلاد ويسر لها ولاة أمر جعلوا شعارهم في كل وقت وفي كل حين خدمة بيت الله الحرام. فما نراه هذه الصور صور ترفع الرأس، نفتخر بها حقيقة، ليس من باب المفاخرة إنما من باب الفرح والسرور بأن الله جعلنا خدما لبيت الله الحرام بهذا الشرف، بهذا بهذه الصورة. نعم. بهذه الصورة العظيمة. نعم. عندما تذهب مثلا إلى الجمار والله تشاهد من الجسور تراها بس 3 أيام تستخدم، أيام معدودة، تشاهد من الجسور التي تهول من كبرها وعظمها وقوتها ومتانتها، لكن كل هذا الكي تبقى آمنة راسخة دلالة على تعظيمنا لهذه الأماكن. عندما تشاهد هذه الصور في بيت الله الحرام من 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 مباني ومن توسعة عظيمة جليلة تدهشك، يأتي إنسان كما وصفناه ويقول مثل هذا الكلام، هذا شيء ولله لا. وليس هذا معنى لأنه أيضا نقول لا أنا نكتفي بذلك، بل كل من في هذه البلاد من ولاة أمرها إلى أصغر إنسان يرى أن ما نقدمه ليس هذا الحق، بس هذه هي الاستطاعة. صح. وما زالت النية والرغبة عند الجميع بدون استثناء في هذه البلاد إلى أن نصل إلى أعلى الدرجات والمستويات التي ممكن أن يصل إليها البشر. تطوير دراسات الحرمين مستمرة بالتوسعة دائما، أقول لك هذا موجود عند الجميع في هذه البلاد الصغير والكبير، بأننا نريد أن تكون هذه الأماكن أعظم الأماكن في الدنيا. نعم. وإن شاء الله سنصل إلى ذلك بتضافر الجهود، لكن نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء الذين يريدون أن يؤثروا على هذه العبادة وعلى هذه الأماكن المقدسة بمشاجرتهم وبمشاغبتهم الساقطة الفاشلة التي ولله الحمد لا تزيد الناس إلا بعدا عنهم. فنقول الحمد لله ولله الشكر والمنة بأننا وفقنا لكي نقدم مثل هذه الصور التي شاهدناها لبيت الله الحرام ولهذه المشاعر المقدسة، وما زال المزيد عندنا بإذن الله تعالى لكي نقدمه في هذه البلاد. وشيخنا الإرهاب الذي لدينا له، شفنا كيف الله عز وجل يحفظ هذه البلاد ويحفظ البيت الحرام من أي اعتداء يكون لها، والذي حدث في شهر رمضان ليس ببعيد، كيف الله عز وجل أمن الكل ويسر لهذا الأمن بعد توفيقه سبحانه. رجال الأمن يكون يقضين في فترة قد تكون فترة النهار الظهر في رمضان، إلا أن الله عز وجل يسر وسخر رجال الأمن لإحباط كل من يريد الاعتداء على الحرام. تحديات كبيرة وكثيرة. نعم. شيخ محمد، تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات جغرافية. صحيح. يعني اللي يعرف المكان هناك العمل فيه صعب. اي أيوة والله، الحراره جدا عاليه، يعني كيف والازقه وطريقه يعني المكان ما يقدم فيه عندما تذهب اليه. بعض الناس يقول اداره الحشود والمباريات وكاس العالم يدار بطريقه، يقول هذا والله من السذاجه الذي يقول هذا الكلام ويقارنه بمكه شرفها الله وبما فيها الوضع الجيولوجي والجغرافي والمناخي، ثم ويقول يقارنها بهذه الأماكن، هذا لا يعرف شيء. ثم أيضا لا يعرف أنها مقيدة بأوقات وأزمنة وأماكن محددة ويترتب عليها، ليست هي أماكن مفتوحة ولا أوقات مفتوحة، ولا إنما هي أماكن صعبة لا يعرفها إلا هؤلاء الذين أمضوا سنوات العديدة في خدمة بيت الله الحرام. شيخنا، ودنا نستعرض مع المشاهدين ومعك بعض تغريدات المشاهدين الكرام الذين هم نبض البرنامج في متابعتنا. هذه 5 تغريدات اختارها الزملاء في الإعداد. الأولى من إبراهيم شبير يشارك بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. شكرا لك أخي إبراهيم. أيضا من التغريدات الثانية شيخنا سعد الفلقي يقول: من فضل الله علينا أن منحنا هذا التشريف بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل شؤونهم، فحق لنا أن نسعد بهذه الروضة، روضة البيت العتيق. الله يعطيك العافية أخوي سعد. وأيضا إبراهيم يذكر قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
يمكن باقي معنا تغريدة وتغريدتين. عبد الله الشهري يقول شرف الله البيت العتيق بمكانة عظيمة، زاده الله تشريفا وتعظيما، وجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء. باقي معنا تغريدة واحدة الأخيرة، حياة أجمل، هذا يتوافق صراحة مع ما نتكلم عنه في البرنامج اليوم. رجال الأمن يبذلون جهدا كبير جزاهم الله خيرا، اللهم آمين، الله يجعل كل ما يقدمونه في في ميزان حسناتهم وكل من يقدم. شيخ نبغى تعليق على تغريدات المشاهدين. من التغريدات كلها جميلة، ولكن بس واحدة من التغريدات عندما قال شرف لنا، حقيقة نحن نقول هذا ونردده بأن ما نقدمه هو شرف لنا، يعني ينبغي أن نستلهم ونقف عند هذه الكلمة، وما هو شرف لا شك بأنه يبذل له الغالي والنفيس وكل ما نستطيع بأرواحنا ودمائنا وأوقاتنا وجهودنا لكي ننال هذا الشرف، وهو شرف لنا ينبغي أن نحافظ عليه. نسعى كل على ثغر، الإعلامي على ثغر، الداعي على ثغر، رجل الأمن على ثغر، المسؤول والسياسي على ثغر، الحاج هو على ثغر، كلنا نتشرف بهذا هذه العبادة وهذه الخدمة وهذه الأعمال التي نقوم بها. جميل، بما تبقى معي من دقائق شيخنا نبغى نتكلم برسائل عشان نختم أيضا بختام مسك فيما يتعلق بروضة البيت العتيق بلا شك لكل من أراد الحج هذا العام. نبغى أيضا نوجه رسائل أخرى لمن لم يحج، لكن خلينا للحجاج شيخنا اللي يتابعونك الآن وتفصلهم أيضا أيام قليلة عن موسم الحج، صلى الله عز وجل أن يجعله بيسر وسهولة. ما هي الرسائل التي وجهها الشيخ خالد؟ أول هذه الرسائل لمن يريد الحج أن يسعى إلى أن يتعلم، يعني بعض الناس لما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال يروح يسأل ويتحرى ويبحث ويستخدم ما شاء الله إمكاناته وجوجل وإنترنت واتساب، يعني ما يعرفون الناس شلون يجدون المعلومة لأمور الدنيا والصحة وغيرها من الأمور، لكن إذا جت العبادة عند بعض الناس يتهاون ويذهب إلى الحج وهو لم يبذل جهدا في معرفة كيف يؤدي هذه العبادة. أقول احرص شد الحرص على أن تعرف كيف تؤدي هذه العبادة. هذه العبادة تقوم على اليسر، تقوم على الاقتداء برسول الله، تقوم على تعظيم التوحيد وإقامة التوحيد، تقوم على سنن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ما هو بس تروح لمكة وبس، قال خذوا عني، هذا كلام لمن وجه له الخطاب، ولك أنت يا من تريد الحج هذا العام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ عني، فكيف تأخذ عنه أنت جالس إلى الآن؟ لابد أن تتعلم، والحمد لله هذا الأمر ميسر الآن، ما هو بلا تروح أن يقول والله تجد جامعة ولا ما عاد يسأل لك، لا لا، مصادر المعلومة سهلة، مصادر المعلومة سهلة جدا جدا جدا، أهم شيء تكون مصادرها الصحيحة، أحرص عليها أيضا. ثم أيضا رسالة ثانية عليه أن يحرص على الاستغفار والتوبة ويجعل هذا الحج حد فاصل بين حياته الأولى وما سيأتي من الحياة، حياة تكون ما بعد الحج حياة كلها عطاء، إيمان، عمل، استقامة، تنمية، توحيد، دعوة، يعني فعلا فكر في هذا الشيء. ثم أيضا ما في مضى من تاريخك من أعمال ترى أنها ليست مما يرضي الله، تتوب منها وتستغفر وتقلع عنها وتجعل أن هذه العبادة ستكون حد بينك وبين ما مضى من حياتك لتبدأ حياة جديدة. الحمد لله يعود الإنسان بالحجه كيوم ولدته أمه نقيا طاهرا مغفورا له، لكن استشعر هذا المعنى واجعل الحج هو بداية حياة جديدة عظيمة كبيرة يملأها الإيمان والعطاء والخير والمحبة والسلام ومسح لما مضى من حياتك، وكل ابن آدم خطأ، كل منا يقصر ويخطئ وتجاوز، هذا طبع البشر وهذا مما لا يخلو منه أحد، لكن الذي نتنافس فيه هو التوبة والاستغفار والندم على هذه الأعمال. أيضا على الحاج أيضا مع هذا أن يكون يستشعر بأنه ينال هذا الشرف، شرف أنه وصل إلى هذه الأماكن، فعليه أن يخدم هذه الأماكن، كل حاج يستطيع أن يخدم. جميل. أولا أن يكف أذاه، وهذه أعظم خدمة يقدمها أي إنسان يذهب إلى هذه الأماكن، كف الأذى، لا تضايق، لا تزاحم، لا تؤذي، لا ترمي، لا تدافع، كل هذه الأشياء إذا استحضرتها وأنت تسير في الحج بأنك لا تريد أن تؤذي أحد، ترى من أعظم مقاصد الحج بأنك لا تؤذي، لكن بعض الناس لا، يعني للأسف قد يبدأ بالمزاحمة والمدافعة والانتقام، حتى لو جاءك شخص جاهل يزاحمك فاتركه وابتعد عنه،
صحيح. والله لو نستشعر هذا المعنى كما رأينا أحد يزاحم، حتى اللي يبغى يزاحم ما يقدر، ما يلقى أحد يزاحمه، لك هذا يزاحمني، هذا يدفعني، أنا أدفعه. لا لا يا أخي، لا لا، ما ينبغي ذلك. أنت عليك أن تستشعر هذا المعنى بأنك ستذهب إلى أماكن قد تتعرض إلى هذه الظروف، الناس حر شديد، مرضى، متعبين، في حالات نفسية قد نتيجة للزحام يتعرضون مثل هذه الأحوال النفسية. أنت عليك أن تستشعر بأنك تريد أن تكف أذاك، إن لابد أن قد يصدر منك أذى، فتحرص على أن تكف هذا الأذى. هذا بالنسبة للحاج، أعظم الرسالة التي وجهها لغير الحاج هو أن الإنسان ينبغي له أن يستجيب للتنظيمات التي صدرت من ولاة الأمر في هذه البلاد لتنظيم الحج وإمكانية الحج، بأن إذا ما سمح لك فلا تلتف على الأنظمة ولا تسعى إلى مساعدة من يلتف على هذه الأنظمة، فهذا مما يغضب الله ولا يرضيه. وينبغي أنت تريد أن تقول استجابة لله جل وعلا، فتبدأ بهذه العبادة بمعصية الله من خلال أنك ترتكب بعض محظورات الإحرام، قد تلبس الرداء أو الثوب أو القميص وتظهر بأنك لست حاجا وتحتال، وتبدأ بالاحتيال، وكل هذه أخلاق لا تليق بالمسلم، فضلا من يريد أن يؤدي هذه العبادة عبادة الحج. فأقول الله جل وعلا يعطيك على نيتك. فإذا كنت أنت ممن تعود قديما على الحج في ظروف مضت والآن تغيرت الظروف ولم يسمح لك بالحج، فأنت على نيتك تعطى ما يعطى الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وهم في إحدى الغزوات: إن رجالا خلفنا بالمدينة يشاركوننا الأجر، ما سلكنا واديا ولا طريقا إلا وهم معنا في الأجر. وهم في المدينة، قال حبسهم العذر. إذن من حبسه العذر وهو أنه لم يعطى التصريح يشارك الحجاج في حجهم، إذا كان في قلبه يرغب الذهاب، والله يعلم ما في قلبك وما في نيتك، فيعطيك الأجر والثواب وأنت في بيتك تأكل وتشرب وفل عند المكيف والحجاج في الشمس والتعب والحر الشديد. فإياك ثم إياك أن تفكر بهذه الطريقة. فالعبادة لها شروط ولها آداب ولها أخلاق ينبغي أن تسعى لتحقيقها. شيخنا أيضا في بعض الأعمال اللي ما راح يحج طبعا أو يعني أدى فرض الحج والعشر في ذي الحجة حتى هذا الموسم للحاج وغير الحاج، وش أكثر الرسائل شيخنا اللي نقدر نوصلها للناس اليوم في الاستعداد لهذا الموسم العظيم ما يتعلق بعشر ذي الحجة أو أيضا بعد في عيد الأضحى المبارك؟ طبعا يحرص الإنسان على توحيد الله وعبادة الله. هذه العشر أيام مباركة، أيام عظيمة، أيام فاضلة، ينبغي أن تستغلها في الاكثار من الأذكار، في مثلا بعض الناس يحرمه الله جل وعلا من الأضحية وأن يضحي، وهي من أعظم العبادات. والله إنك تتعجب، يعني كل يمكن أسبوع يدخل على بيته ذبيحة، ها إذا جاء ما يذبح في هذه الأيام، ولا الحمد لله. أنت يعني ينبغي أن تستشعر وأن تؤخر شيئا من ما تتناوله من اللحم ليكون شيء تذبحه لله، تعتقد بذلك يعني. لكن ممن يحرمه الله الأجر والثواب أن بعض الناس لا ينوي الأضحية ولا يضحي، وهو قد يكون يذبح كل أسبوع كما قلت لك. فأقول هذا من الأخطاء التي ينبغي أن ينتبه لها غير الحاج. أيضا في أيام هذه الأضحية ينبغي أن نحرص على التواصل وصلة الرحم والمحبة، ونحافظ على العبادات، أداء الصلوات في المساجد، زيارة الأقارب، مواساة المرضى، المحتاجين، الفقراء. هذه كلها رسائل طوال العام، ولكن تتأكد في المواسم، كشهر رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، أيام التشريق. الحمد لله الله يمكننا وياك يا شيخنا وكل من يشاهدنا من هذه الأعمال ولا يحرمنا فضله. لكن أيضا يا شيخنا أبغى أرسل رسالة للمتساهلين على الحج اللي يشوفنا اليوم وكبير في السن، شباب ولا آخره، بس إمكانياته يعني تساعد أنه هو يحج وما حج للحين، وش تقول يا شيخ؟ أقول له مثل عمر رضي الله عنه، أراد أن يرسل للأمصار وكل من لم يستطع الحج أن يضرب عليه الجزية. قالوا لأن جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر لما أراد هذا وفكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحج وهو مستطيع فليمت يهوديا نصرانيا. يعني كأن عمر رضي الله عنه أراد أن يعاملهم معاملة أهل الكتاب. فأقول له يعني إذا كنت ممن يستطيع فعليك أن تبادر. الحمد لله أنت أعطاك الله نعمة الجسد القوي السليم من الأمراض، وأعطاك المال
والقرب من المكان وخاصة ممن يسمعون بهذه القناة التي أكثر من يشاهدنا هم من أبناء هذه البلاد، نقول بادر بالحج، إياك أن تتهاون في هذه العبادة، فالمسألة خطيرة جدا. المحافظة على العبادات في أوقاتها عندما تكون قادرا قد لا تتمكن العام القادم، وأكثر ما يعني يأتي إلى الناس هو التسويف. بحج تقع من 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين وهو يقول أبحج، اللي الآن يسمعوننا كل سنة يسوف ويؤجل، نقول لا يا أخي، ينبغي أن لا تسوف ولا تؤجل، العبادات ينبغي يكون فيها المبادرة، فبادر واظفر بهذه النعمة. غيرك والله يبذلون، يعني أنا كنت في سفر لمكان بعيد، رأيت بعض المسلمين الذين كنت أركب معهم في وسائل التنقل، فإذا عرفوا أني من هذه الأماكن بدأوا يكلموني عن الحج، لأن هذه الأيام أيام حج، صح، ويقولون يذكرون ما يرصدونه من أموال يعني بمقاييسهم لكي ينال هذا الشرف. من أقول استغرب، بعضنا قد لا يحتاج إلا إلى مال بسيط ولا أماكن قريبة من عنده ثم يحرم من هذا، يمكن 10% ما ينفقه في السفر يمكن للسياحة بعض إن شاء الله مو كلهم. طيب باقي مع التغريدات للزملاء يبلغون نشوف. طيب نستعرض آخر التغريدات قبل ما نختم الحلقة. تغريدة من عبد الرحمن الشهري يقول: لا تقترف أي عمل سيء بالحج، يقول الله عز وجل: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يعطيك العافية. أيضا سلامة يقول: جهود المملكة عمل مستمر وإتقان وإخلاص وبذل الغالي لخدمة ضيوف الرحمن من قائد البلاد وجميع المواطنين، الله يعز هذا البلد آمن مطمئن. أيضا أثبيت يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل لا يحرمنا فضله. شيخنا كلمة أخيرة فيما تبقى معي نفس نص دقيقة سمحت لي من البرنامج، رسالتك الأخيرة لكل من يتابعنا في البرنامج. من التغريدة الأخيرة أقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني التأكيد على أن الحج ليس بس مجرد أن تذهب إلى هذه الأماكن، بل لا بد أن تسعى وتحذر لصيانة حجك من الرفث والفسوق والأخطاء والتقصير، احرص على ذلك حتى تنال الأجر والثواب الذي ذكر في هذا الحديث، كيوم ولدتك أمك، وهذا الذي جعلك تنتقل من مكانك ومن بيتك إلى هذه الأماكن، تريد هذا الجزاء وهذا الثواب من الله. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية، كنت ضيفا رائعا معنا كعادتك شيخنا، والله يكتب أجرك وألف شكر لك على دعوة البرنامج. شكرا لكم أيضا موصول. وشكرا لكم أنتم مشاهدين في برنامج رياض السعادة، ختمنا معكم روضة من رياض السعادة وروضة البيت العتيق، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم فضل زيارتها وقبول أعمال تتم فيها. شكرا لكل جهد يتم، وكما بدأت الحلقة بالترحيب أختمها بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل دول العالم ومن كل دول الكرة الأرضية إلى البيت العتيق، أسأل الله عز وجل أن يتمم حجهم ويبلغ كل من أراد أن يقصد هذا البيت إلى هدفه وأن يستجيب دعائه، وأن لا يحرم من يقدم هذه الجهود الكبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أرحب ونرحب باسم المملكة العربية السعودية مجتمعا يقول للجميع أهلا بكم في المشاعر المقدسة وفي رحاب بيت الله الحرام، تقبل الله حجكم متقدما بكل ما تريدون السعي إليه. مرحبا بكل من أتى من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مرحبا بكل من مسلم أتى وخط برحاله إلى المملكة العربية السعودية، نقول لكم أنتم في أمن وأمان من الله عز وجل ثم من حكومة تقدم الغالية والنفيس لكل خدمة يقدمونها للمشاعر المقدسة. مستمرين معكم في برنامج رياض السعادة في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل مشيئة الله تعالى في نفسي هذا التوقيت. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.